وَقِلَ مَنَا أَصْحَابُ غَيَةِ الْجَاءَ أَمُصَرِ
مولانا إياك سألنا ولإحسانك تعرضنا وما عندك من خير الدار طلبنا فأقبل اللهم بوجهك الكريم علينا. اللهم إنا نسألك باسمك العظم المعظم أن تنصر من قلدت أمور عبادك عبدك الخاضع لجلالك مولانا أمير المؤمنين حامي بملة الدين جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتجمع به كلمة المسلمين. اللهم احفظه بما حفظ به عبادك الصالحين. اللهم اهدك الحكيم وأقر عينه بولي عهد الأمير صاحب سمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن وأنبت اللهم النبات الحسن واشدد أزره بشقيقه صاحب سمو الملك الأمير السعيد مولاي رشيد وفي أسرته الشريفة الكريمة. اللهم اشكر بواسع فضل رحمتك الفقيدين فقيد العروبة بالإسلام الملكين المشاهدين المغفور لهما جلالة الملك الحسن الثاني وجلالة الملك محمد الخامس. اللهم طيب ثراهما وأكرم ثواهما واجعلهما في أعلى عليين مع المنعم عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين وسائر ملوك الدولة العلوية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسر وبركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سبحان ربك رب العزة